زهرة، اليوم بس ينام ورح نطلع من هون. نحن عم نغلط. أنا كتير مرعوبة من اللي عم نعمله. شو حكينا زهرة؟ الطريقة الوحيدة لنخلصك من هاي العيشة هون إنه نهرب. غير السيرة. أنتوا الاثنين مو شاطرين غير بالحكي، شوفوا شغلكم يلا. روحي خدي على المطبخ. زهرة، أنتي روحي جيبي أغراضك وبوشك على غرفة جوزك. بس أنا شو عم بحكي معك؟ ما بدي اعتراض، مفهوم؟ يلا روحي. الجو رايق هون. هو صحيح عتمة بس بريح شوي، ما جواتي أسود مثل هالليل معتم وأكتر كمان. شو هالحكي هاد؟ أنت ما لازم تفقد الأمل ببكرة أبدا، يعني مثل ما بيجي نهار بعد كل ليل، كل عتمة إلا ما يكون من بعد نور. عطول تأكد من هذا الشي. لو كانت سونا معي، لا لنجوم ولا غيرها، رح كون بحاجتهم لينوروا حياتي. انسى، ما رح تفهمني هلا ولا يهمك، اصلا ما حدا رح يفهم وجعي. فهمانك علي، فهمانك منيح. صعب كتير انه ننسى، بس كمان ما مستحيل. اسمع، أنا مشغول بالي كتير حسونة، لساتها بالمستشفى طلعت منيحة، شو وضعها؟ خلينا نتصل نسأل. إيه؟ بس هي رح تكون آخر مرة. ماشي آخر مرة، وما رح أطلب منك شي غيره بوعدك. وما بقى تتدخل بحياتها. خلص تكرم. ألو، مرحبا، يعطيك العافية. أنا آسف للإزعاج، بس كان بدي أسأل عن مريضة عندكم بالمشفى بتخصنا. بعرف إنه ممنوع تعطوا معلومات لحدا. أنا عزت كرمان. إيه تسلمي. أنا بدي أسألك عن وضع المريضة سونا أكاباشي. شو قال؟ طلعت من المشفى يعني. نحمد الله ونشكره. ماشي، شكراً عزبتك معي، شكراً إليك. شكراً أخي. إيه يسلم. شكراً عن جد عزت. وهلأ مطمنت إنه سونا بخير؟ خلص ما عاد بدي شي غيره. أكيد ما عاد بدك شي غيره؟ يعني مو هيك بالضبط، بس حالياً ما بدي غيره. لنشوف شو آخرته معك، منذكر بعض. اللي رح يطلع علي من هذا الدمار هي انت وبس بنتي زهرة. ما في غير المرأة بالحياة يلي بتقدر تخلي جوزها ماشي بالطريق الصح، وانت هلأ لازم تعملي هيك وما تخلي علي ينجر ورا الغلط. وقتها علي ما رح يضل
راكد ورا قلبه وماشي بالطريق الغلط. انت راح تكوني مرته وكل شي بحياته، وراح تأسسوا عيلة سوا وتجيبوا أولاد كمان. فهمتي الحكي اللي قلته منيح زهرة؟ عم احكي معك. ارفعي رأسك وتطلعي بعيوني، ردي عم بسأل. فهمتي ما؟ انت شو عم تعملي هون بالاوضه تبعي؟ كان بدي بدل المناشف وجبت مي لحضرتك كمان. عجبك الأكل بوران؟ هذا طبخ خالتي فاطمة. كتير طيب. صحتين وهنا. لازم أمشي أنا. بوران، أمتى ما بتحبي بتجي لعنا لهون، ماشي؟ نقعد ونتسلى سوا. هدول ماما وبابا ليكن على الطريق جايين لهون. بيغلطوا الناس بس الطرقات ما بتغلط. المسافر إذا ما بيعرف الطريق بيعرف كتير منيح لوين لازم ياخده للمسافر. يلا واضح انه عملت يلي براسها. بس لا تاكل هم. اليوم رح اهرب. لا انسى ملك ورفيف رايحين معكم كمان؟ منيح كثير لكان. من اليوم ورايح رح تضلي معهم يعني. نيالك يا عمي. بس ان شاء الله هالمرة تنجحي. إن شاء الله. بس بتعرف شو؟ رح يضل بالي مشغول عليك كتير. رح يضل بالك مشغول علي؟ لو أنا مكانك كنت قلت وأخيراً ارتحت منه. بتعرف بكل هذا البيت أنت أكتر واحد ارتحت له وحسيته قريب مني. يمكن لأنه نحن الاثنين مرقنا بظروف صعبة كتير، ويمكن كمان لأنه أنا وياك كنا ضحية لنفس العادات. ما بعرف، بس لو شو ما صار يصير أنت رح تضل أحسن رفيق إلي. بس أنا ما بستاهل كون رفيقك أبداً. أنت من أول ما جيتي كنت كتير منيحة معي، بس أنا شو قدرت أقدم؟ علي لا تقول هيك، أنت أساساً واحد منيح. بعدين يلي بيحمل بقلبه كل هالحب الكبير مثلك انت مستحيل يكون مانو منيح. روحك حلوة وقلبك كتير طيب ونظيف، صدقني. طيب، كتير فرحت بيلي سمعته.
رح اشتاق لك يا صديقتي. وأنا كمان كل يوم رح أدعي الله يبعد عنك الهم. شكراً زهرة. انتبهي على حالك ولا تاكلي همي بنوب. يلا. ليش تأخرتي زهرة؟ كنت عم ودع علي. يلا جهزي حالك تأخرنا. ماشي رح ضب شنطاتي وبنطلع فورا. يلا بسرعة شوي. الأنسة ملك ورفيف وينهم هلأ؟ ما قالوا لوين بدهم يلاقونا؟ منلاقيلهم بس خلينا نطلع من هون بالأول. ماشي يلا خلينا نمشي قبل ما يحسوا علينا. إن شاء الله ما في شي. حنان لا تتركيني. استحملي الله يخليكي. مرتي رح تتحسن ما هيك دكتور؟ ورح تنقذوها؟ وضعك كتير خطير سامي بيك. كون مستعد لأي شي. يا رب. خليك هون لو سمحت. يا ربي دخيلك. خير بنتي؟ ليش ما نمتي لهلأ؟ مشغول بالي على أهلي كتير خالتي فاطمة. طيب ما اتصلتي؟ هن اتصلوا فيني بس ما انتبهت على الموبايل. رجعت دقيت لهم بس كمان ما ردوا علي. يمكن هن كمان ما انتبهوا على موبايلاتهم. حاولي اتصلي فيهم مرة تانية. أهلين ملك. نحن بخير. لا تقلقي بنتي. ما سمعنا التليفون. ونحن على الطريق مرقنا لعن جماعة كلنا نعرفهم. وقلنا زمان ما شفناهم ويمكن نقضي الليلة عندهم. انت لا تقلقي ونامي وارتاحي. لا تنطرينا. ماشي بنتي؟ بيكون أحسن بابا. بعدين هلأ تأخر الوقت كمان. سلم على أمي كتير. وصل بنتي. وهي طمنتي بنتي. مو أحسن ما تضلي قلقانة؟ كيف صارت مرتي دكتور؟ نحن عملنا اللي بنقدر عليه وهلأ هي بالعناية المشددة. رح تتحسن ما هيك؟ زوجتك حالتها خطرة كتير ويمكن ما تعيش. أنا آسف. لا أنت شو عم تقول دكتور؟ لا مستحيل. اهدى سامي بيك. طول بالك. عامل شي الله يخليك دكتور. اهدى شوي. عامل شي. هدي حالك. يا بنتي أعطوه برت مهدد. تعي يلا زهرة. تعبتي شي؟ شوي خالتي آسيا. يلا تعي. وين رح نلتقي بالأنسة ملك وبرفيف؟ بس لحتى نلاقي مكان نتخبى فيه بعدين منحكي. تعي لنشوف إذا فينا نتخبى هون. تعي فوتي زهرين. منضل هون لحتى يطلع الضو وبعدين منكمل. بس خالتي آسيا هون عتمة كتير. هلأ مندور إلا ما نلاقي شي. لا تخافي انتي. شو رأيك نتصل بالأنسة ومنخليها تجيب رفيف وتجي لهون؟ بس يا ترى كيف رح يقدروا يجوا؟ هلأ أنا بحكي معها.
وبدلك كيف تجي لهون ماشي؟ لا تاكلي هم انتي. ألو؟ إيه آسيا معك آسيا. لا تقلقي أنتِ، أنا وزهرة لكنا مع بعض وبخير. جبتي رفيف معك؟ إيه ناطرينكن. يلا ماشي. يوجد نقاد دسان سهر يلي يني يوري من لارنا انجزار مي صالمش درلر ده قل بنزين نزير بوغن ياري Oyar beni defterine yazar mı? Solmuş derlerde gül benzini nezir. Bugün yârim. Oyar beni defterine yazar mı? ما حدا اجا؟ مين هدول؟ مو على اساس الانسة ملك ورفيف رح يجوا لعنا؟ ايه صح، وانتي نايمة حكت معي معلمتك على التليفون وقالت لي انه رح يسبقونا على اسطنبول. بس ليش؟ نحن مو رح نسافر مع بعض؟ بعتقد ما قدروا يجوا لعنا، بجوز صاير معهم شي مشكلة. لا، انا بدي احكي مع الانسة وقول له يستنوا منروح سوا. لا ما رح تتصلي، لو قدروا كانوا اجوا، نحن رح نلحقهم. ليش هاد العناد كله؟ بعدين قبل ما يحسوا لازم نمشي من هون. يلا آسيا. آسيا you
أهلين، شو شايفتينا بمنامك يعني؟ صباح الخير. صباح النور. عزت بالبيت مو؟ حكيت معه وعنده خبر إني جاي لهون. فوتي. شو قلك زمان ملاك؟ من شوي وصلت. لحظة رح شوف آسيا جيبها ويجي، استني. ماشي. هلا عرفت مين شايفة بمنامك. واضح انك بتحبيه. ليش كذبتي علي بخصوص مشاعرك تجاهه لكان؟ مالي عم بكذب عليك. هالحكي مو علي. قد ما حاولتي تخبي وتنكري بس مع الاسف هالشي واضح بعيونك. اسمع عدنان، مالي ناقصة، لو سمحت اتركني. آسيا مو هون، كانوا اخذ اغراضها كمان. وين زهرة؟ لا تكون كمان اغراضها مو هون. هي هربانة اكيد، وكمان اخذت زهرة معها كرمال ما تبعد عن بنتها وتسلم حالها. اخذت زهرة، خلينا نروح وندور عليها وعلى الطريق منخبر الشرطة كمان. ما أنا هون. معناتها ما كنا ناويين تفتروا. مو مشكلة، القدر بيفرقكم. ألو ساري، بدي شوفك هلأ، يلا بسرعة. زهرة، ليش لساتك قاعدة يا عمري؟ يلا. لا ما رح روح معك. أو بالأول بتعطيني التليفون لأحكي مع الأنسة ملك، وإلا ما رح روح لأي مكان. أنتي روحي إذا بدك. معناها هاد كان كله كذب ما هيك؟ لكن اضحكت علي، هلأ فهمت. فيك تقلي نحن وين بدنا ندور هلأ؟ اهدي شوي ملك، يعني بالنهاية هي إمها، ما بظن أنا تأذيها لزهرة. مو مرتاحة بنوب، قلبي مو مطمن عزت. ليكي، حتى إذا بدها تقنع زهرة تروح معها لأي مكان، زهرة رح تطلب منها بالأول تروح لعند أختها وتودعها، يعني أنا هيك بتوقع أكيد. إيه معك حق، وارد يكون هيك. يمكن يكونوا راحوا لهنيك، واحتمال كبير يكونوا خبروا رفيف لوين رايحين. ممكن. نيفين، نيفين يلا. لحظة سليمان، ماني حابة اني عطلك عن شغلك، بحكي مع امي وباخذها معي لعند الدكتور، بعدين انت بتروح معي مرة تانية وبتشوف الولد. لك خلصنا حاجة تلتهي بقى، خلينا نروح. خير ان شاء الله. اغا امرني. زهرة شو بها؟ لا ما اجت لهون ابدا اغا. شوفي ليش؟ نيفين أنا مضطر روح، أنت حكي مع أمك وخديها معك. إيه
يا الله، لوين بدها تكون أخذتها يعني؟ ملك وين ما كانوا بالآخر رح يروحوا على الكراج أكيد. إيه لكن خلينا نروح لهنيك دغري ومندور بكل مكان. خير عدنان أغا، شو هالشي اللي كتير مهم؟ رح نبعت بضاعة لشمال العراق، وعزت هو اللي رح ياخدها، وبدي منكن قبل ما تطلع البضاعة على الطريق تحطوا بقلبها مخدرات. شو يا؟ ومن أمتى هذا الحكي بصير عزت أغا بده يتعامل معنا ويتاجر بالمخدرات؟ لا ما هيك، نحن رح نتصل بالشرطة ونلبسه التهمة لعزات. مانك قليل أبداً عدنان آغا. الشرطة ليش هنيك؟ عم يدوروا على زهرة يا ترى؟ ما بعرف، انت خليكي بالسيارة، انا رح شوف شو القصة. لا لحظة، كمان جاية معك. خير خير ان شاء الله، شو في هون؟ انا كنت رح اتصل فيكن هلا، البنت اللي كانت رح تشتغل عندكن آسيا جيمين لقيناها مقتوله وجثتها مدفونه هون، الا مقتوله اكثر من اسبوعين. معناتها كرمال تاخذ مكان آسيا قتلتها؟ يا الله دخيلك عزت، وهلا هاي وحدة مجنونة، أنا خايفة كتير. ليش كذبتي علي؟ قلتي لي إنه رفيف والآنسة ملك رح يجوا معنا كمان، أنا ما رح أتحرك من مكاني أبداً. زهرة، كرمال مصلحتك عم أعمل هيك يا روحي، فهميني شوي. ما فيك تضلي ساكنة عندهم بالقصر، رح نهرب سوا ونعيش أنا وياكي باسطنبول. بعدي عني بقى، أنا ما بدي روح معك لا على اسطنبول ولا على أي مكان غيره. أنت شو بدك فيني؟ تركيني بقى، ما عاد بدي أتحرك من هون. بعدين حاجة تقلي لي بنتي وضناي، روحي بقى. بدي قلك طبعاً، بدي قلك لأنه أنت بنتي وعمري وضناي، ضناي اللي انحرمت منه. أنت بنتي، أنا عم تفهمي؟ زهرة أنا أمك يا روحي. لا خالي آسيا، انتي ما عم تقولي الحقيقة، عم تكذبي علي. صرتي امي فجأة، كيف هيك يعني؟ اصلا امي عايشة باسطنبول طول عمرها، وجاني مكتوب منها كمان. هذاك المكتوب انا كتبت لك اياه، بعته لرفيقتي باسطنبول مشان تبعت لك اياه من هنيك. ما قدرت اقول لك الحقيقة وش لوش يا بنتي. طيب ليش تركتيني؟ ليش ما دورتي علي ولا سألتي عني كل هالسنين؟ لك ليش؟ لانه ما كنت بعرف لدور. أنا كتبت لك مكتوب وشرحت لك كل شي جواته، صدقيني ما كان إلي خبر بوجودك هيك، لحتى ملك إجت على اسطنبول هداك اليوم وخبرتني إنك عايشة وكيف رح أقدر لاقيكي. ساعتها بس حسيت إنه الدنيا صارت ملكي. ليكي اسمعي، رح نسافر أنا وإنتي على اسطنبول هلأ، وما عاد نبعد عن بعض. طمني، ما عاد حدا رح يقدر يفرقنا. حياتي
كل الحق علي أنا، لأنه كنت فيني أمنعها. من أول ما عرفت هاي الست مين بتكون كان لازم روح وبلغ عنها. ما في لزوم تضلك تلومي حالك. أي حدا مكانك كان عمل مثل اللي عملتي. يعني أنت كنت عم تحاولي توصلي أم لبنتها. طيب شو بدنا نعمل هلأ؟ كيف ممكن نلاقيها لزهرة؟ والله خايفة إنها تأذيها. هي أمها بالنهاية، ما بظن إنها رح تأذيها. خلص اطمني. إن شاء الله. زهرة يلا يا بنتي، يلا يا روحي، مستحيل حدا يقدر يأذيك من اليوم ورايح. يلا يلا خلينا نمشي. تعي خلينا نستعجل. ما عاد جاوبت وعم تفصله. الله أعلم لوين بتكون أختتها لزهرة هلأ. مرحبا عزت أغا. أهلا وسهلا. طبعنا صور لأسيل ولزهرة ونحن وزعناهن على كل الدوريات وعطينا تعليمات لنقدر نبلش بمتابعة إشارة الموبايل اللي مع أسيل. طيب ماشي، نحن منقدر نساعدكم بشي؟ أكيد فيك تساعدنا كتير إذا فكرت بالأشخاص اللي ممكن الست تلجأ لإلهم أو الأماكن اللي ممكن تروح عليها. ومنضلنا على اتصال. نحن هلأ رايحين على القصر لأنه مثل ما عرفنا أنه أسيل سكنت هنيك آخر شي، بركي منقدر نلاقي أي دليل يساعدنا. لكان هاد عطينا إن لكم صورة منوزعهم بطريقنا. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. يسلموا إيديك. مشكورين. ملاك بسكي خليهم معك. هات. ليش هيك على الأرض؟ لك كأننا الخدامة بهالقصر. من الصبح لا آسيا ولا زهرة إلهم أي أثر. أبصر بأي جهنم دارين لهلأ. مرت عمي انت عم تعطيهم وش كتير. اثنيناتهم طالعين من القصر ومن غير ما يخبروا حدا. ذهباتي مو بعلبتهم، في حدا سارقهم من عندي من الدرج. مرت عمي مين ممكن يكون عمل هيك؟ ما بعرف. لك ما في غيرها، لتكون آسيا هي اللي سرقتهم وراحت، لأنه من الصبح مختفية وما لها أثر بنوب بالقصر. أكيد هي، ما في غيرها. لا تظلم المخلوقة بهي. تفضلوا. خير شو بدكم؟ مرحبا يا خانوم. الخادمة آسيا اللي كانت عم تشتغل عندكم هي بالحقيقة مجرمة هربانة من السجن واسمها أسيل سباهي. هربانة من السجن؟ اللي صار إنه هي اللي قتلت المغدورة آسيا وكانت عم تتنقل بهويتها. شو هالحكي بخيلك يا ربي؟ وحسب المعلومات اللي أخذتها من عزت آغا، أسيل خطفت زهرة كرمان وما حدا بيعرف وينهم هلا. يا ويلي شو هالحكي. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي. إذا بتسمحوا من بعد إذنكم بدنا نفوت نفتش أوضتها. معناها بلشت الحرب بين أولاد العم ما هيك؟ هالموضوع ما بيخصك ساري، فهمت؟ شو يا سبع لتكون مانك قدران تغلبه لعزت؟ هلأ فهمت، انت وياه بتحدي مين بده يصير الآغا. لا هيك عم تحاول تبعده عن طريقك مشان تفضلك الساحة ملعوبة يا معلم. كسر لك راسك ولك
انت اشتغل شغلك ومالك علاء. ايه بابا انت شو عم تقول؟ خالة آسيا انت شو كنتي تشتغلي باسطنبول؟ كنت اشتغل بمحل محترم. اه طيب وكنتي عايشة لحالك هونيك؟ زهرة انا ما قلي حدا غيرك بهالدنيا بنتي. نحنا ما قلنا غير بعضنا يا روح امك. بس انا بعرف انه رفيف والآسة ملا كتير بيحبوني وانا كمان كتير بحبه. تعرفي هربت من القصر قبل هالمرة وقت الآسة ملك تضايقت من اللي ساويته. هاي معلمتك مانا منيحة، لازم تنسيها بقى لأنه بدها يانا نفترق أنا وياكي. لا أنتي غلطانة، الآسة ملك واحدة كتير منيحة. أنتي لأنك مو معاشرتية عم تقولي عنا مو منيحة. بجوز هذا يساعدنا، تعي نشوفه. منتظرين التعليمات من عدنان أغا، أول ما بيعطينا الأوكي رح نبلش بعمليتنا تبع شمال العراق. البضاعة مثل كل مرة رح تتحمل بين السجاد. ها؟ إيه عماد قلي. ساري هذا مركز التعليم عامل مشكلة كبيرة. المعلم الكبير متضايق كتير من القصة، قال إنه هذا المركز التعليمي مثل عقبة بطريق مخططاتنا، وقال إنه الإيد اللي بتحمل ألم ما رح نقدر نحملها سلاح ونخليها تشتغل لصفنا. يعني بالمختصر المفيد ما بده هي القصة تضل عقبة بطريقنا. إيه صغيرة ما في أكتر من الأولاد عنا، أنت لا تشغل بالك. بلش الجد، الفواكه عم تستوي وصار لازم نقطفها. رح قلكن ألف مبروك. أنا المحقوقة كله بسببي. لو ما لقيتها لأسيل ولو ما قلت لها عن قصة بنتها كانت هلأ هديك المرة لساتها موجودة وما التقت مقتولة، وزهرة أكيد ما كانت انخطفت. خلص ملك شبك حشتومي حالك، صار اللي صار. ايه أهلين عدنان. ايه أنا وملك كمان ليكنا رايحين باتجاه الكراج. طيب مثل ما بدك. تمام عدنان كمان جاي مشان يساعدنا. هلأ هي هي أمي؟ لو هي أمي عن جد ليش ما حنيت لها أبدا؟ ليش أول ما حضنتها ما شميت ريحة أمي اللي كنت أحلم فيها؟ كنت رح أعصب عليها لأنها تركتني وما دورت علي، بس مع هيك قلبي كان رح يطير من الفرحة لأني لقيت أمي الحقيقية. أنا عطول كنت هيك أحلم، بس ليش ما صار معي هيك؟ يا رب دخيلك سامحني، لقيت أمي بس ما بعرف ليش ماني مبسوطة. في حاجز شرطة قدامه عم يفتشوا السيارات. إيه؟ لو سمحت وقف هون خلينا ننزل. خلص يسلموا ايديك رح نوصل، ما ضل كتير الكراج. يا اخي لو سمحت وقف هون ونزلنا. طيب انزلوا. لوين رايحين هلا؟ خلصيني امشي وحاج تسألي. شو بك خالي آسيا؟ استعجلي. طيب فهميني ليش هرباني؟ لك أكيد هلأ بيكونوا خبروا الشرطة أنه هربنا وبيكونوا عم يدوروا علينا. أنا بعرف. طيب
طيب منقلن انه انت امي؟ ساعتها ما رح يوقفونا اكيد. ليش لنخاف؟ منخبر الشرطة واهل القصر انك امي الحقيقية لو سمحتي. لا مستحيل ما منقدر. لا خلينا نروح من هون. يا ربي خالي آسيا ليش ما منقدر؟ خلينا نخبر الكل بالحقيقة، هيك منصير احرار وما منضطر انه نهرب من حدا.